هل الروح القدس هو قوة أو طاقة أو حركة، ولا هو شخص أكنوم إلهي؟ خلونا نعرف من كلمة ربنا من هو الروح القدس. الروح القدس عنده إرادة، عشان كده قال الروح القدس في أعمال الرسل افرزوا لي برنابا وشاول للعمل، وكمان بيتقال عنه أنه هو قاسما لكل واحد في المواهب الروحية كما يشاء، فبالتالي هو عنده ذكاء ومعرفة وبالتالي عنده إرادة. كمان الروح القدس بيتقال عنه آية في الكتاب مهمة قوي بتقول لا تحزنوا روح الله القدوس، يحزن يشعر. كمان الرب يسوع علمنا أن الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. هو يعلم، هو يعرف. كمان الروح القدس بيتقال عنه في رومية 8 يعين ضعفتنا، يشفع فينا. بالتالي المعرفة، الذكاء، الإرادة، المشاعر، المعونة، كل هذه الأمور تبين لنا أن الروح القدس هو شخص الله، وهو الله، هو الرب الروح.